الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ الأجرة على الحجامة؟ وهل أجر الحجام خفيف؟ يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فمعناه أنه ردي وليس حراما، كما قال في البصل إنه الشجرة الخبيثة، يعني أنها خبيثة الرائحة وهي ليست حراما. وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. فكسب الحجام حلال لكنه ردي، تجنبه أحسن. نعم.